اشتركوا.
الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختمت به الرسالات، وبعد، نحمد الله عز وجل الذي جمع القلوب على حبه وطاعته، والذي جعل بيد الناس المودة والرحمة والتقدير والاحترام. ومن هذا المنطلق جاء حفلنا هذا عرفاناً ووفاءً من محمد بن مستور القصير وإخوانه لعلم من أعلام قبيلة الصوطة، ورجل نذر نفسه وماله لخدمة أبناء عمومته وقبيلته ووطنه، فهو ينفق آناء الليل وأطراف النهار في كل سبل الخير ولكل محتاج، ويدعم أعمال البر بكل واجباتها، كما كان له وقفة مشرفة في تكريم أبناء قبيلة المشاركين في الحد الجنوبي، مما كان له أبلغ الأثر في نفوسهم. وفي هذه الليلة المباركة يتقدم محمد القصير وإخوانه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ فايز محمد العجيب، ويرحبون به أجمل ترحيب، كما يرحبون بمشايخ وأعيان القبيلة وجميع من شرفوهم في هذه الليلة من أدباء ومن شعراء وزملاء وأصدقاء. وخير ما نبدأ به حفلنا هذه آيات بينات يتلوها على مسامعكم الشبل نقى محمد القصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك تنذر قوما ما أهم من قبلك من نذير لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. مرحبا حياكم الله النبوي عمالي. أيها الحفل الكريم، الآن مع كلمة ترحيبية للأستاذ محمد مستور القصير رئيس مجلس إدارة شركة القصير الإعلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مليون بالجميع، والله يحييكم. وش عندي كلام أقوله غير إن الكلام اللي أقوله في فايز العجيب قايله في نفسي. فايز العجيب فخر للصوتة والعتابة عموم، وأنا أفخر به يا محمد القصير لأنه من عيال عمي القريب، وأرحب به، والله يحييكم جميع ويحيي جميع من حضر من بعيد ومن قريب. والكلام اللي يقوله في فايز العجيب لو أقول كل يوم، والشعار يعدون قصائد وهذا، والله ما يفون حقه. رجال ما هو إلا رجل قبيلة صادق. ونقول حياكم الله جميع على شرف أبو محمد، ولد محمد بن عواض العجيب الكريم، الله يرحمه ويسكن الجنة ويرحم أماتنا ومات المسلمين أجمعين. هذا بيت كرم وبيت طيب، وبيت الطيب ما يجي منه دائما للطيب. والله يحييكم جميع. أيها الحفل الكريم، يشارك معنا في هذه الليلة نخبة من الشعراء بقصائد شعرية بهذه المناسبة. أول شعرائنا شاعر شاب من شعراء القبيلة، له بصمة خاصة تجمع بين قوة العبارة وحسن السبك وجمال الألفاظ،
وهو الشاعر عواض بن سالم الصواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حياكم الله عند من حياكم. وابو ساير يحرز وابو محمد يستاهل ان شاء الله. احواننا وايامنا خلتني احب الشعر وانشد عن اهل الشعر والشعار، لوني بعيد حتى لو اعجبني من التغريد بتويتر شطر، قلت اسمحوا لي وصلت رسالته مع ساعة البريد، ولا اطرب الا لا سمعت الجزل من وصله سفر، مهندسين الحرف مصنع مفرده بيت القصيد، والفكره اللي ما تشوش الراس وتحرك فكر، قولوا المنتجها وحابك نسجها ما من جديد، ويا هاجسي حضر هنا واكتب سطر وانقص سطر، وان قلت لي يكفي ما جبته قلت لك هل من مزيد، الليله الليله عن اللازم انا مالي عذر، والعذر يدمح زلة المخطي ولو انه عنيد، فالمحفل اللي بني تركونه مثل مبنى القصر، فالمحفل اللي بني تركونه مثل بني القصر، قصر معطل بيره الساقي وهذا قصر مشيد، ولوله يا مرحبا ترحيب تم مثل المطر، تنبت جذور الأرض من غرسه ومن حب الحصيد، يصدر مثل ما يصدر المرسوم من راع الأمر، ومشاهد ضيوف المعزف في حلاله يوم عيد، الله يحييكم على الجود وعلى سعة صدر، ونجدد الترحيب للضيفان يا محمد وعيد، والثانية ما كل ما ينقال قابل للنشر، وكل علم غانمي خبى وهو فعل حميد، ما رسمحوا لي في خبر عاجل ومن عاجل خبر، شوفوا عضيد الجنبلة وقف مع أخوها العضيد، ما هي رفاقة من نتائجها ذا فاز وذا خسر، هذه رفاقة من خذاله درع وحزام جويد، الله المستور القصير يرحم تراب القبر، أخر ثلاث أفعالهم تضاف للفعل الفريد، الندر اللي في فعايلهم ونخوتهم سطر، من يجحد الوقفات والميقاف أقول إنه جحيد، كم وقفوا جنب الخوي وقفة النشمي نصر، وضد العدو يا ما تعادوا له وقالوا هيد هيد، يبقى أبو ساير وأبو خالد وأبو ناصر ذخر، وحزام في وقت الشدايد دوم والباس الشديد، كرمتم اللي من مكارمها التسامي والظفر، اللي لها البصمة وفعله ثابت وربي شهيد، رع الجمايل والدلايل والفضايل والقدر، رمز لنا نفخر بفعله صاحب الراية السديد، أبو محمد راعي الوقفات، أبو محمد راعي الوقفات والذكر العطر، صيته هنا ومسنا وذكره من مزيد ليا مزيد، فايز وفايز دمثن أخلاقه ولا ناشه كبر، كنز المعرفة مع رجال العرف فاد ويستفيد، جود حسناته كأنه من الجود يغرف من بحر، ما راح ينشد ويش راح ويش باقي في الرصيد، سفير لا شك السفارة جته عرفان وشكر، تشريفه يمثل لنا التتويج وبجهده نشيد، وبداية الإبداع وبداية الإبداع للناجح بداه من الصفر، هنا الطموح اللي رسم له خارطة درب سعيد، ومن لا يحث الجهد والأقدام ما يمشي شبر، يعيش بطموحه بليد وكل ما حوله بليد، واحد يموت ولا دروا عنه ولا جاله ذكر، واحد لو يغيب الثواني يحسب بربعه فقيد، وجمايل الطيب على الطيب أحر من الجمر، كأنه يحط القيد في يمناه لو ما حط قيد، والطرقة المستعجلة صليتها جمع وقصر وتركتها على جنوب الدرب والنظرة بعيد. وسلامتكم. ثاني شعرانا شاعر محاورة ونظم له باع طويل في مجال الشعر، جمع بين القوة والجزالة والفتل والنقد، شاعر له حضوره ويعد من أبرز شعراء عتيبة، وهو الشاعر ملف المورقي. بسم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. الله يحييكم باسم أبو شاعر وإخوانه. الدعوة اللي من عزيز علي أجيلها محط عنها معاذير، لو كل واحد منتحن فين حية ومن بيننا تحفى الجوب المشاوير، مشيت يوم نصغت كل فية فوق أقطم ما يعترض قدمها الطير، جلدهم على الماثور جلد بردية من فوق بيدن دافنتها المعاصير، جلدهم على الماثور جلد بردية من فوق بيدن دافنتها المعاصير، أخطت عليها الشركة العالمية لو كان حطت له جناحين ليطير، والعصر جد عقبت برج الحوية للطيبين مواصل الرحلة السير، أبغى أربوع من ورا حد لي يميل للمجرب شمال المحادير، هم النواشي طيبين السجية اللي لهم عندي معزة وتقدير، هم النواشي طيبين السجية اللي لهم عندي معزة وتقدير، وخص أبو شاير منومس خوية وإخوانها أصحاب الوجيه المسافير، عيال شيخ أمام شفردية ولا يلحق أصحابهم مهونة وتقصير، يعترج لحقوقهم بس سوية ووجه بشوش اللي ألفوها المساير، عنا رحل ومجاد يمناه حية عساه من خير اللي خاتمة خير، عانى رحل ومجاد يمناه حية عساه من خير اللي خاتمة خير، هذاونا ولي من المدح نية مدحن على موجب ثبوت وتقارير، هذاونا ولي من المدح نية مدحن على موجب ثبوت وتقارير، والمدح في راعي الدروب النقية ينومس الشاعر ويرضى الجماهير، سلام يا راعي كفوف الندية ليضيع الماجوب عبد الدنانير، يا فايز بالمرجلة والحمية دايم مع العتبان فزاع ومغير، سلام يا راعي كفوف الندية ليضيع الماجوب عبد الدنانير، يا فايز بالمرجلة والحمية دايم مع العتبان فزاع ومغير، واللي سمى الناس رب البرية سماك فايز وانت فايز عن الغير، حتى بواسنا حظوا بالهدية وهذا هو المكسب مهوب المخاسير، حتى بواسنا حظوا بالهدية وهذا هو المكسب مهوب المخاسير، يا ابن العجيب الطيب الهجاذ بيا ابوك بنعور وخوالك بناعير، ابوك يوم ان الحياة الشقية تقول فطراف مقاصب جزازير، قلته وانا من عزوة مزحمية الا دروق مخرقين الطوابير، قلته وانا من عزوة مزحمية الا دروق مخرقين الطوابير، خصمني عمي ذخاير عطية متيهة تسحج البكار المعاشير، فعونا تشهد لها العرفجية وفي ضفنا تغزي شيوخ مشاهير، تشهد مع ركتين والجوهرية وبالرشيد اللي غزانا على النير، وحنا سوا ما عندنا عنصرية برقة وروق مسمرة نجد تسمير، وحنا سوا ما عندنا عنصرية برقة وروق مسمرة نجد تسبير، بيت طرالي من بيوت قوية لبن سرور مسخر يقاف تسخير، يوم الجزيرة في حروب اللضية وقوم من الزحتنا وقوم من أحير، جينا مثل نون يهل بردية نون من يقبله مزونه مزابير، هيل انتهاي المتهاب المنية فوق النظو معسكرات المسامير، حتى ملكنا قلب نجد العذية بدهم الفرنجي والسيوف البواتير، حتى ملكنا قلب نجد العذية بدهم الفرنجي والسيوف البواتير، واليوم حنا في حياة نرخية تضحك لنا أيام السعد والتباشير، في ظل من قوم شريعة نبية سلمان رعى الحزم والعدل والخير، في ظل من قوم شريعة نبية سلمان رعى الحزم والعدل والخير، كف اليدين الطائلات الجرية واللي لهم في بعض الأفكار تأثير، واختم هذا القول بزك التحية على نبي نور الخلق تنوير، سلامتكم. ثالث شعرائنا شاعر نظم ومحاورة أبدع في المجالين وأجاد، صادق العبارة وجزل المعنى، وهو الشاعر عبد الله القثامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، في البداية أرحب بالجميع في محل الجميع وأقول حياكم الله عند من حياكم. بدينا بذكر الله بقاف وشهادة نور، بدينا بذكر الله بقاف وشهادة نور، وعلم اللي حذره هل الطيب نبدابه، هجوس القصيد أحيان طاروقها مغرور، يجيك يتبختر من صخر ينحت الجابة، تركت القصيد ورحت لندن ماني مجبور، سياحة وراحة من أنا الوقت وأحزابه، أبيلي شهر شهرين ولا ثلاثة شهور ديار الكل اللي تبى النفس جلابه، وبعد ما خذيت من الشهر حسبة الميسور تمشيت فجو الرود والريف والغابة، همتع نظر عيني
وجنب عن المحذور ما بعد 47 لاعب ولعابة. أمتع نظر عيني وجنب عن المحذور ما بعد 47 لاعب ولعابة. وفي ليلة المكشات والخاطر المسرور لقيت اتصال لابن عمته عزوابه يقول الحفل والماقف الصادق المشهور، ولا لك عذر عن ماقفك وانتهى ولابه، بغيت اعتذر لكن انا ماني معذور، بحضر وشارك لابتن حيها لابه، انا كيف اقفي عن لزومك يا ابن مستور، لزومك لزومي والمواقيف غصابه، انا كيف اقفي عن لزومك يا ابن مستور، لزومك لزومي والمواقيف غصابه، أبحضر وبرحب نيابة وأنا مسرور، هلا مرحبا ترحيب وافي ونبدابه، يقول القصير مرحبا عد مبدأ النور، يرحب عن إخوانه وربعه شيابه، محمد محمد سيف نصار ملباتور، محمد محمد سيف الأمجاد وانصابه، أبو ساير الساطي لجا فالأمور أمور، حزام السعد لك الشرط ضد عنابه، محمد محمد سيف نصار ملباتور، محمد محمد سيف الأمجاد وانصابه، أبو ساير الساطي لجا فالأمور أمور، حزام السعد لك الشرط ضد عنابه، ولا هي غريبة الشبد نمر سليل نمور، أبوها الله إنه يرحمه يحسب حسابه، ولا هي غريبة الشبن نمر سليل نمور، أبوها الله إنه يرحمه يحسب حسابه، بنى بيت طيب وبيت طاله وجاله دور، على العز وعلوم العرب ثبت أطنابه، ولا ينهدم بيت على الطائلة معمور ما دام النبو ساير موقف على بابه، ولا ينهدم بيت على الطائلة معمور ما دام النبو ساير موقف على بابه، يكرم وبطاله وحسن النبى مذكور، يسليك قبل قراه نبله وترحابه، وذا الليل تكريم أبيض الوجه جزل الشوق، يكفيك ذكر اسمه والمداح تزهابه، هذا فايز الوافي هذا فايز المنعور، وصيت السوات المسك والورد وطيابه، هذا فايز الوافي هذا فايز المنعور، وصيت السوات الورد والمسك وطيابه، هذا اللي لياقاله وسنافي طويل شبور، هذا اللي بدأ للمجد في راس مرقابه، لا قلت العجيب اجيك الامداح بالطابور، هذا اللي منع الى القبائل تذرابه، لا قلت العجيب اجيك الامداح بالطابور، هذا اللي منع الى القبائل تذرابه، على الطيب يا قرم خذيت الوفا دستور، ومدت يمين الاطيب المد كتابه، يمين سماها غيث وظلالها ممدور ممطور، عدو الفقر ويورث المجد لاصلابه، على الطيب يا قرن خذيت الوفا دستور، ومدت يمين الاطيب الطيب كتابه، يمين سماها غيث وظلالها ممطور، عدو الفجر ويورث المجد لاصلابه، ولا هي غريبه مجد ربعه ما هو منكور، الا دصواط اللي للامجاد كسابه، ولا هو غريبه مجد ربعه ما هو منكور، الا دصواط اللي للامجاد كسابه، قبيلة عزيزة شامخة فعلها مخبور، بشلفة ورمح يفلج الصدر مضرابه، ألا دنفاعي كلهم مجدهم مصدور، ولا فيه مجد لبد وراس مرقابه، ألا دنفاعي كلهم مجدهم مصدور، ولا فيه مجد لبد وراس مرقابه، من عتيبة أهل المجد والبيرق المنشور، كساهم من التاريخ تاجه وجلبابه، ولا قول فالحضار يا حاضرين بسور، خذوا قسمهم من لحية المجد وشنابه، ولا قول فالحضار يا حاضرين بسور، خذوا قسمهم من لحية المجد وشنابه، أبحضر وبرحب نيابة وأنا مسرور، هلا مرحبا ترحيب وافي ونبدابه، هوى السر يسوى لندن وجوها المشهور، خصوصا اللي شاركت في محفل اعتابه، انا كيف اكفي عن لزومك يا ابن مستور، لزومك لزومي والمواقيف غصابه، سلامة الحرم. رابع شعرائنا شاعر نظم ومحاورة، صاحب حضور قوي في كل المحافل، شاعر تهابه الخصوم
يمتاز شعره بالحكمة والقوة. أطلق عليه الأستاذ سليمان الصواط قبل سنوات حكيم عتيبة، وهو الشاعر وصل العطياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا ربي عليك الاتكال، يا واحد مالك شريك نعبده، يا رب وفقنا وجنبنا الضلال، والخير قربناه والشر ابعده. أنا من أهل الشعر والسحر الحلال، ينخاني النشمي ويبشر بسعده، والنظم يبغى شاعر عنده مجال ينقحه ويفقده وينقده، جالس وحاذف بالعمامة والعقال، ينهى ويا مرهاجسه مثل ولده، يبني قصور وعرش من نسج الخيال، ويوقف الدنيا على راحة يده. يا وجد حالي لو سلمت الانشغال، لطب سوق الشعر وانقى شرده، حنا نحوم من الهلال اليا الهلال، نرتاح في الأسبوع ليلة وحدة، باقي الليال من احتفال اليا احتفال، والليل كله نسهره ما نرقده، أحيان حرق أعصاب ومداحم جمال، وأحيان دلة بالقناد مقندة، يا ليتها تصفي على كيف الدلال، لين نراع الكيف راسه يقعده، والشاعر اللي في كلامه ما يقال، بكلمتين نحدره ونسنده، ما عاد فيها وجد حال وبري حال، معطي وعد والحر يوفي بوعده، والشعر ما هو راس مال، الراس مال مثل القصير رجعنا ما نفقده، حطه على يمناك ما هو في الشمال، وحطه رصيد وخل عنك الأرصدة، حنا يا ابو ساير مثل صم الجبال، اسند ظهرك ان كان تبغى تسنده، علاقه ما هي على جرف هيال، ولا المصالح كلها مستبعده، اللي حسبها مصالح واحتيال هذا جودي غده ولا تنشده، العهد تشتاله حدود اربع قفال، لكن ما كل الرقاب تسدده، والكفو يستاهل تشد لها الرحال، وانت كفو بمجاد كلمة عددة، دايم اللي جيناك نلقى كرنفال، نسخة حقيقية ما هي بمقلدة، رحب وضيف جعل تمهلك الليال، ترحيبك اللي كل حين تردده، ضيفك كفو يستاهل عيال الجمال، يمجد فعله بدون مجده، فايز اللي عده مطانيخ الرجال، عد اسمه وعد المطانيخ بعده، الصامل الكامل ولله الكمال، طيبه ما تلقى له حدود تحدده، من الكرم محرج كريمين السبال، اللي وحدهم جايب من كل جهده، مداته تذكرك همال الخيال، ان صار وبله قد برقه ورعده، واقرب دليل نذكره واقرب مثال، ربع على الجبهه جنود مجنده، قبل امس مكرمهم على خط القتال، من حبه الربعه وحبه لبلده، يفداه وجه البخل عباد الريال، اللي لازم الريال يولده، بكره يروح المال كله للعيال، نعمه وجتهم بارده ومبرده، ولا تصادر ورثهم بنت الحلال، تعرس وتجحدهم وابوهم تجحده. سلامتك. خامس شعرائنا شاعر له حضوره القوي، يجمع في شعره جميل العبارة وسلاسة الأسلوب، وهو الشاعر غانم الذيابي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. في مجلس كل ليلة يدهر ضوه، أطيب تقاليدنا ما زال محييها، ترعى هياد سوات البارق ونوه، اسمن تنال النعم لا حل طاريها، ترعى هياد سوات البارق ونوه، اسمن تنال النعم لا حل طاريها، ما تاخذ المرجله فسحه وتلهوه، لا والله الا على الشده تحاضيها، مع المراجل لهم ميثاق وعنوه، وعنوت الرجل لا يمكن يخليها، مع المراجل لهم ميثاق وعنوه، وعنوت الرجل لا يمكن يخليها، يا مرحبا والقصيد اليالق جوه،
إعان قذواق خلق الله ويرضيها يا معزب الحفل يجعلك على القوة عوايدك يا الكريم وما تخليها من دافع الحب والتقدير والخوة للعزوة اللي رتاج الطيب في ديها عيال عود خذ الأمجاد من توه حتى امتلك سمعة يزين طاريها ما هو بحاجة نعد الاسم والنوه معروف في المملكة ولا ضواحيها بلسم جروح القصيد وسبت بروه يوم انزفن الجروح اسمه مداويها مستور مستور يا ليته ويا لوه يشوف على الحرارة اللي مسميها مشوا على ما ذخر من طيب وحموه حتى المراجل خذوا منها معاليها ابن القصير غرام الطيب وكفوه والناس مخشى عواقبها ولا رجيها يا حي هسم عساني مسمع بسوه يشوش عتيبها الهيلة ويطنيها اكرام وكبر دليل الحفو والفوه على شرف من علوم الطيب حاويها يا مسوي الكيف سلمت يدق مزوه ومده اليمنى كريمات مساعيها مده الفايز سنام المجد وعلوه ما يرتكي للمهمة غير راعيها وقفاتهم عجلة ما هي بمرجوة قبل القبيلة لا تطلبها يسويها ولا هي غريبة من أهل سلوم ومروة من النواشع مع عين تعاديها فيهم على كل علم طيب جروة قبيل تنفلق تعرف بساميها مدح النواشي ما يبغى شاعر مفوه همات مجد من أولها التاليها ومشاعري بفخم الكمبودة مكسوة وبكرة تبى تسمع عتيبة تغنيها سلامتكم. سادس شعرائنا شاعر متمكن في النظم يجيد القصيدة بأسلوب المتمكنين ولا غرابة به فهو من قبيلة سليم الشعر وهذا الشاعر الملقب ببيرق سليم الشاعر ضيف الله السلمي. يبي ينجح الموروث لا لد له ظفر سوى القصير جعل من لامه الفنا ولا يمنع انطوره في وقتنا سفر له المدح والتقدير والشكر والثناء. السلام عليكم ورحمة الله. لا يا القصير لا يا محمد والقوافي لي رصيد ما جاتك مرسولة مع ساعي بريد ولا جاتك فوق الرنج ولا طائرة ولا شالها منشد على اللحنة الفريد لو الله لا جيتك هوذل بها فرايد عم وقال هزلة تحيد لو الله لا جيتك هوذل بها فرايد عن موقع الهزلة تحيد من كبر قدرك يا القصير جيت لك يا محي الموروث يا البحر العنيد يا الرايه الأولى يرى الأولى تشابه الرايات ولا انتهى وحيد شمخت باسم الشعر لين اسمك شمخ أشهر من الانتر ومن برج الوليد ماني مشبه سطوتك ما غيرها أطراف نارك ذوبت كل الجليد لو كان غيرك له فعول جيدة ما ينهضم فعله منك يستفيد لذلك اللي رص بنيه من خشب جهده فلس ولا انت بنيك من حديد لك ولأخوانك جهود واضحة علي ومنصور انقلوا كل المفيد عيال من فكره بموروثة نهض عز الله انه راعي الراية السديد سلام سلم سلام عده واذكره شرع شرعها الله عمرها ما يبيد بمدح الوافين واشمخ ورتك يا المدح فزح والرجال اكبر رصيد وليام دحت المحتفى به بالشعر ما جبت باشعاري وبافكاري جديد متعود من الخلق مكثور الثنا واللي مدح الخلق عند الله يزيد فايز على اسمه فايز بالأوله تسود وقفاته ونظراته بعيد اسمه كبير مكبره رب البشر عون الغلابة قصر بركانه مشيد واللي يكدرني ويجرى خاطري لقي العوده مات قلنا يا بليد ما مات من عقب على العليا بطل اللي يقدم للوطن دم الوريد
ما مات من قدم على العليا، ما مات من عقب على العليا، بطل اللي يقدم للوطن دم الوريد، قدم على الحد الجنوبي واجبه، واسعد جنود الله في اليوم السعيد واسعد جنود الله في اليوم السعيد. لا شك هذه جزء من مكارمه، الوافي المطنوخ ذو الباس الشديد، واختامها لك يا القصير نصها، يا محي الموروث يا البحر العنيد، شمخت باسم الشعر لين اسمك شمخ، أشهر من الانتر ومن برج الوليد. سلامتكم صاحب دان. سابع شعرائنا شاعر النظم ومحاورة، له أسلوبه الخاص، استطاع في فترة وجيزة الوصول إلى مصاف الشعراء الكبار، له بصمة خاصة، وهو الشاعر فالح الغنامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير جميع. شرايط قصيدي في ضميري لها ميدان، تسابق على الساحة سباقة الفروسية، تخيرت منها للمهمات بنت حصان، أنا فس بها مرابط أهلة الصويتية علشان تبلغ مستوى محفلة أهل الشان، وعلشان تبلغ مستوى محفلة أهل الشان وترضي طموح أهل النقا والحيادية. وأنا أحيانا أقول الشعر من موقفي، وأحيانا أقوله لي غنت على لناحت على الغصن قمرية، تعلمت من رشيد والهاجري سلطان، وتعلمت من مطلق من فيصل العية، ولي ماقف ما يقبل العذر مهما كان، اسمان العذارة تصير للشبه وهمية، يا أبو ساير أنا وانت في كل حالة إخوان، معزتك فطرة في فوادي طبيعية، وعن دعوتك يا ريف الأصحاب والضيفان عساها ما تمنعني ظروفي عن الجية، يا أبو ساير أنا وانت في كل حال إخوان، ومعزتك فطرة في فوادي طبيعية، مثل ما احتزم بك فدها رزانة ولا شان، أنا معك في هذية وغير هذية، هالأرقاب تحمل فوق ما تحمل الأمتان، والأقفايب الحسنة ما يفرق عن السية، يا أبو ساير أنت للفخر والوفاء عنوان، على سلم عود لف الأفاق مارية، عمر للقصيدة أهم ركن من الأركان، وسلمك بعده قاعدته الأساسية، ولا باتت جهودك مع فلان دون فلان، ولا حدد فعولك علاقات شخصية، مثل ما يحكم المملكة السيدي سلمان، حكمت أكبر صروح الشعر في السعودية، وإذا الشعر يا محمد جسد فانتهش ريال، لو إنك توقف ما تموتها حقيقية، وعلى ما يقولون اكسر الحاضة يا ضميان، من ينافسك يقدم شكرها على الطية، قضبت المراجل جعلك الدوم قضب عنان، ما فوت شيء من الصفات البطولية، وعلى يمين كل في الموازف لهم برهان، سلايل تعامل ضد حماية الهية، نواشي مثل ما ينشي الرايحة الهتان، حقوق مطره يحيى الديارة السنوية، وتكريمك الفايز دليل على العرفان، ودليل على رفع اليمين الرهاوية، وأنا أقولها من قلب وأقولها بلسان، رسالة عمومية ولا هي خصوصية، رسالة فخر مني ومن باقي العتبان، من أم القرى ليمن شمالة القويعية، يا فايز جميع أعمالك ترجح الميزان، والأعمال تصلح كل ما تصلح النية، أخذت النصيب الوافر من اسمك الرنان، وحصلت قولة نعم والسمعة الحية. سلام. أما الآن يتشرف أبناء مستورة قصير بتكريم المحتفى به الشيخ فايز العجيب بهدايا تقديرية عبارة عن درع تذكاري، رشاش مذهب، وبشت ملكي، فليتفضل مشكورا.
هنالك رجال كان لهم وقفة وفاء مع محمد القصير وإخوانه بعد وفاة والده رحمه الله، كانوا له سندا وعونا بعد الله بالرأي والمشورة والوفاء في جميع الظروف، كما كان لهم وقفات مشرفة مع القبيلة عامة، وكان لزاما علينا مقابلة الطيب بالطيب وتكريمهم في هذه الليلة بهدايا رمزية عرفان بجميلهم وهم على النحو التالي: الشيخ ستر بن جابر الصوات، والشيخ مشيلح بن خلف الصوات، والشيخ مصلح بن جابر الصوات. هدية مقدمة من الشيخ حامد بن عمرو الصواط للشيخ فايز العجيب. تشاهدون الآن تقرير عن المحتفى به الشيخ فايز العجيب. الأستاذ فايز بن محمد بن عواض العجيب الصواط شاب نشأ وترعرع في مكة المكرمة، وعمل بعد تخرجه من الثانوية العامة في أحد فنادق مكة المكرمة، وتعرف عن قرب على أسرار أعمال الحج والعمرة، وحاصل على دورات متقدمة خارج المملكة في مجال أعمال الفنادق، ثم قرر أن يعمل على حسابه الخاص، وها هو اليوم من أعمدة تجار السلطة خاصة ومكة المكرمة عامة، عضو شرف ماسي في نادي الاتحاد السعودي، مستشار سياسي في الجامعة العربية الدولية، سفير في الجامعة العربية الدولية لدعم مشروع الوحدة العربية، عضو في لجان الحج والعمرة والفنادق في غرفة مكة. عطاءاته خلال الأعوام الماضية: تكريم أبناء القبيلة في أكثر من محفل من شعراء وأدباء وممن خدم القبيلة، دعم بناء المساجد وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، دعمه السخي في مزاين عتيبة قبل عدة سنوات، إنشاء وقف قبيلة السلطة، إنشاء وقف خامس النواشي، تكريم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي من أبناء قبيلة السلطة، دعم نادي السر بالمنطقة، العديد من الأعمال الخيرية والمساعدات التي لا يتسع المجال لذكرها. هذه نبذة مبسطة عن تاجر جعل تجارته مع الله وسخر ماله لخدمة دينه ودولته ومجتمعه، فبارك الله له وبارك فيما يقدم وجعلها في ميزان حسناته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مشايخ القبيلة الأفاضل، المكرم الأخ فايز المحتفى به، أعيان القبيلة، الشعار الأفاضل، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أنا من خامس النواشي من قبيلة السلطة، وطبعاً نفخر وفخر لنا في هذه الليلة بأن المحتفى به ابن عم ومن خامس النواشي من قبيلة السلطة.
وصاحب الحفلة أو المعزب ابن عمي كذلك من خامس النواشي، وهذا شرف عظيم لنا. فايز العجيب، أتوقع أن الشعار أعطوه حقه، وما رأيت على الشاشة من سيرته كافية. فأنا أولا أشكر فايز على ما قدمه لقبيلة السوطة عموم ولقبيلة النواشي ولخامس النواشي خصوص ولقبيلة عتيبة عامة، فهو رجل طبعا ابن عم ولا يحتاج أن أمدحه، أنتم طبعا ما قصرتوا ومدحتوا وهو يستاهل. ابن عم القصير ضيف وبيض الله وجهه، فلهما الشكر مني خاصة لفايز ولمحمد القصير، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. وأشكر محمد على القصير على ما قدمه من هدية للأخ فايز، وأشكره على ما قدمه لنا، فهذا غير أمر غير مستقرب. ونكرر ترحيبنا بالضيوف، والضيوف ضيوفنا جميعا، وفايز العجيب ابن القبيلة قبيلة السوطة عموما، وكذلك محمد القصير ابن القبيلة، فحياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الليلة المباركة سعدنا جميعا بضيافتنا لدى الأخ محمد القصير، وهذا نيابة أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلي الأخ عبد الله، فسعدنا هذه الليلة بوجودنا في هذا الحفل المميز وفي حفل تكريم الأخ فايز العجيب، وهو يستاهل بحق، أحد أفراد القبيلة الذين ساهموا في رفعة هذه القبيلة وساهموا في تكريم أبناء القبيلة لحد الجنوبي وفي إنشاء صندوق تطوعي لمساعدة ضعفاء القبيلة. نسأل الله أن يجزي خير الجزاء وأن ينال وأن يقوم جميع المقتدرين يتبعون خطواته. نشكر هذا الحضور الكريم الليلة، ونشكر الأخ محمد بن مستور القصير على هذا الحفل، وتمنياتي للجميع بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أخوكم فواز بن سعد السليفي المقاطي. الحقيقة فرحنا بالدعوة وفرحنا ما قوبلنا به من كرم من أبناء مستور القصير على رأسهم أخوهم الشيخ محمد في حفل تكريم رجل المعروف ورجل الخير الشيخ فايز بن محمد العجيب الصواط، وفي حضاوة وتكريم مشايخ قبائل السوطة الشيخ عبد الله والشيخ خالد. ومن هنا أقدم دعوة عزيمة، شرفونا في مكة المكرمة. الحقيقة ماني شاعر ولا تستاهلون شاعر، لكن ربعي المقطة هنا كبيرهم الشيخ الشاعر الكبير شاعر المقطة وصل العطياني، والشاعر ممدوح العطياني، والشاعر عبد الإله المقاطي السليفي المقاطي، إن شاء الله بمشيئة الله يسدوني عن الشعر، لكن أتقدم بعزيمة للمحتفى به وأبناء عمومته ومشايخ قبائل السوطة. الحقيقة قبيلة النواشر أثبتت الليلة أمامي، أول مرة أنا يعني أتشرف بالحضور عندهم، فحفاوتهم بابن عمهم رجل المعروف ورجل الخير الشيخ فايز العجيب جار لنا في مكة، ونعرف يعني أشياء كثيرة أكثر مما عرضتوا على أنتم في التلفزيون، حنا قريبين منه كثير، ورجل الخير الحقيقة ويستاهل أبو محمد وأخوانه وأبنائه. لكن
نتقدم بالدعوة للشيخ عبد الله والشيخ خالد والشيخ محمد بن مستور والشيخ المحتفى به الشيخ فايز العجيب. أطلب أن تعطونا وعد ويساعدني على ذلك شعار المقطع الحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إن شاء الله على خير بأمر الله. أما الآن مع فقرة الشيلات، وأولى شيلاتنا قصيدة للشاعر فالح الغنامي المنشد فلاح المسردي.
وسلم كبعده قاعدتها الأساسية.
هل السيف الصقيل بس ما هل
أبناء القصير غرام الطيب وقفوا والناس مخشى عواقبها ولا أرجيها يا حي هزمن عزاني ما اسمع بسوة يشوش عتيبها الهيلة ويكفيها يشوش عتيبها الهيلة ويكفيها في مجلس كل ليلة يدهر ضوء أطيب تقالي دنا ما زال محييها ترعاها يد سوات البرق ونوه اسم انتنا للنعم لحل
بكرة تبى تسمع عتيبة تغنيها شرايط قصد في ضميري لها مدد تسابق على الساحة سباق الفروسية تخيرت منها للمهمة بنت حسان أنا باسمها مرابطة للصوتية علشان تبلغ مستوى محفل أهل الشان وترضي طموحها للنقا والحيادية احتزم بي يا ابو ساير عسى عمرك طويل لو توردني على صل ونار مقدام فالامر الكايده ما يهب الا الذليل كباه وقهوه شبي هل جادي ولا سهل من يحذف النجم يشتال عقله في يده خدمة الطيب جماله ولا يخدم بخيل من يقدم طيب لا دوار الطيب وجده يستفيد مقدم الطيب ويحصل حصيل والمثل ارتويت من الشعر واشكر الله واحمده ما كتبته غير في من يعشق المستحيل طيبا يرضي على الشعر قف ورده الجزاله ما لها غير رجال جزيل وابو ساير كف ويا جعلنا ما نفقده احتزم بي يا ابو ساير عسى عمرك طويل لو توردني على صلوان ناجبك عود موصل على الطيب ولده احد حولك يا شبي هل جدي ولا سهل من يحذف النجم يشتال عقله في يده والنواشد العجب بك مزب انت الدخيل الرصيد اللي يهم مش من وكال ارصده الرجال اللي مواقفهم تشفي الغليل من تعزوى بالنواشي يبشر بسعد صامل يفعل ويوعد ويوفي بوعده الجبل فيه الذرة والحماية والمقيل يرقد الخايف بظله ويا من مرقده صير ميل لا تبر العامل من العميل كل صعبات الدعاوي عليه مسنده فعله يشر فعتبه هل السيف الصقيل باسمه اللي مع رموز القبيل والمثل قد قال من يزرع الزرع حصده لاجل حفظي للعالم
خيل الرصيد اللي يهمش بنوك الارصداه الرجال اللي مواقفهم تشفى الغليل من تعز وبالنواشي يبشر بسعاده أكرمه يا رب الحور الصبايا بارد الجنة ولا تصبح
قد ما يشيله خلني امشي فوق سطح المحيا يا يوم يصفق من نذيله في نذيله يوم يصفق من نذيله في نذيله قلتها من باب تشبيه الحنايا لو كريم الطبع ما يوجد مثيله يطنخ الضيبان ويسوق العطايا والكرم كل يوم وكل ليله وسط قصر الاقباب والزوايا والحوش انت تستدير بها التراله والحوش انت تستدير بها التراله مذهل للناس من شتى النحايا في جبل مكه يدل بلا دليله الكرم معهم خلوق في الخلايا يشترك مع دم حاتم في الفصيله ينفع الاجواد ويحل القضايا كانه مكلف بحاجه سوا سوايا في مزايا ربعها الهلال المهيلة العجب عجب عيدنا النهاية بالعقل والعرف واليمنى الجزيلة والمقام الطيب وبيض النوايا والعزم والحزم ودروب الفضيلة والعزم والحزم ودروب الفضيلة وشعدت من خصال ومن مزايا الكثيرة في مدح فايز قليلة لا غرابة في الرياجيل الدهايا كل جيل ينقل الخبرة لجيلة اخرعوا دنيا مسكت البلايا المعنى والمجنة يلتجيلة المعنى والمجنة يلتجيلة والله يظلل على الربع الدنايا صيته يشرف والأجنب تعنيلة ريف خطار من الطرقة ونايا ما لقوا عقب الضمى والجوع حيلة غير بيت محمد اسهم المنايا وقنوا عقب المجاعة بالعقيلة وقنوا عقب المجاعة بالعقيلة قالهم عنده تراحب وتحايا شايف يخشر ضيوفه في حصيلة ذاك يعطي المعاوش والهدايا وذاك يبغى الدين ومحمد كفيلة جعلها تمحى ذنوبه والخطايا يوم ما يجدي خليل عن خليلة يوم ما يجدي خليل عن خليلة أكرم يا رب الحور الصبايا بارد الجنة والأقصان الظليلة راح شيخ له سوم له بقايا والعشم فيك أنت يا فايز بديلة جعلي أفدونك مجمعة الزرايا يدعون الطيب والأنفس عليلة يدعون الطيب والأنفس عليلة لين يروح ريح دخان الفتيلة واخر الأطباب تنجح الكوايا والرجال تحط للغاية وسيلة وختمها يا القصير بالتحايا وانت هو فايز من وجه القبيلة وانت هو فايز من وجه القبيلة شرايط قصد بي ضميري لها مدان تسابق على الساحة وفي الختام نشكر لكم تفاعلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل هذه الأمسية بحضور كوكبة كبيرة من الشعراء لا ندري كيف نبدأ لكن الله يحييهم مجيهم شرف لنا. وقبل ذلك عندنا قاف على شكل فكلور شعبي للشاعر تركي ابن رجع صوار يقدمه شباب الصوتة فأكشن يا دوري I get
حرب هنا عروس العنيدة من دونها ما ابناها بالموت لو سيوفه حدا هذا هو أكبر فخر فوق البسيط الاستفيد هذا هو أكبر فخر فوق البسيط الاستفيد هذا هو أكبر فخر فوق البسيط الاستفيد شرايط قصد بيض من الأبد تسابق على الساحة يا مرحبا منا رحبنا يا جمنا يا مرحبا رحبنا مهمنا يا جمنا فايز يشرفنا يا ليلى يا سارية فايز يشرفنا يا ليلى يا سارية يا مرحبا منا رحبنا يا جمنا فايز فالمحفل المعمورة شكرا يا بن مستور يا ليلى يا ساري شكرا يا بن مستور يا ليلى يا ساري وقصير القمة كرم ولد عمه يا ليلى يا ساري كرم ولد عمه يا ليلى يا ساري في ذمه ذمه وقصير القمة كرم ولد عمه يا ليلى يا ساري في ذمه الضيف يا طيبه عاشوا مع عزيبه والنعم بعتيبه يا ليلى يا ساري والنعم بعتيبه يا ليلى يا ساري والضيف يا طيبه عاشوا مع عزيبه عاشوا على طاله لا كبرة القالة لا الخيل خياله يا ليلى يا ساري لا الخيل خياله يا ليلى يا ساري عاشوها الأبطال لا كبرة القالة لا الخيل خياله يا ليلى يا ساري حن العرب حن والله يا منا هذي مواطننا يا ليلى يا ساري هذي مواطننا يا ليلى يا ساري حنا العرب حنا والله يا منا هذي مواطننا يا ليلى يا ساري ما جسي حاير في حفل ابو ساير مشاير الشاير يا ليلى يا ساري مشاير الشاير يا ليلى يا ساري الطيب لاصحابه ما حد انقفل بابه
فازوا به عتابه يا ليلى يا ساري فازوا به عتابه يا ليلى يا ساري وطيب يا صحابه فازوا به عتابه تكرمكم وانتم دوله كما كنتم عتبان لا انتم يا ليلى يا ساري عتبان لا انتم يا ليلى يا ساري تكريمكم انتم ولك ما كنتم يا طير يا طاير ما شفت وساير غصب على الباير يا ليلى سيل ما هو برشاش يا ليلى يا ساري سيل ما هو برشاش يا ليلى يا ساري عاش القصير عاش كله ما راح بلش الكبوة متصقر والطيب مقدر يستاهل الندر يا ليلى يا ساري من طيب ابو ساير شف حفله مغاير هذا هو الصاير يا ليلى يا ساري هذا هو الصاير يا ليلى يا ساري من طيب ابو ساير شف حفله مغاير هذا هو الصاير حلوها. الضيف والمضيوف سيفين بين سيوف عن الصفوف وقف يا ليلى يا ساري عن الصفوف وقف يا ليلى يا ساري الضيف والمضيوف سيفين بين سيوف بالصوت والصورة كلنا نضع دوره سلام منشوره يا ليلى يا ساري سلام منشوره يا ليلى يا ساري بالصوت والصورة كلنا نضع دوره كلمة فخر ونوط يخطها الخطاط وانعم بلد صوت يا ليلى يا ساري وانعم بلد صوت يا ليلى يا ساري كلمة فخر ونوط يخطها الخطاط يعيش بمستور نمرو سليل نمور كرم طويل شبور يا ليلى يا ساري كرم طويل شبور يا ليلى يا ساري وشعيش بمستور نمرو سليل نمور يا ليلى يا ساري المدح في فايز في ذمتي جايز على الوفا حايز يا ليلى يا ساري على الوفا حايز يا ليلى يا ساري والمدح في فايز في ذمتي جايز كنتم ولا زلتم والجود عادتكم ولكم كرى ولكم مكانتكم يا ليلى يا ساري ولكم مكانتكم يا ليلى يا ساري كنتم ولازلتم والليل عادتكم ضيف وله قيمه من طيب تكريمه ما في السماء غيمه يا ليلى
ما فيها تصريفة شكرا على الضيفة يا اللي احترم ضيفة يا ليلى يا ساري يا اللي احترم ضيفة يا ليلى يا ساري ما فيها تصريفة شكرا على الضيفة هي في محفل عتيبة سلام أغني به والحبل يا طيبة يا ليلى يا ساري والحبل يا طيبة يا ليلى يا ساري في محفل عتيبة سلام أغني به أصحابي الشعر تحارب الأفكار ولع عليهم نار يا ليلى يا ساري ولع عليهم نار يا ليلى يا ساري الطيب يا صحابه ما ينقف الباب ويعيش يا ليلى يا ساري ويعيش من جابه يا ليلى يا ساري الطيب يا صحابه ما ينقف ترحيبكم كافي من خاطر صافي والمدح للوافي يا ليلى يا ساري والمدح للوافي يا ليلى يا ساري ترحيبكم كافي من خاطر الوافي معزب الحله حاز الوفا كله والمدح كف والله يا ليلى يا ساري راء الوفا كمل في حفله مجمل شجيع ومصمل يا ليلى يا ساري شجاع ومكمل يا ليلى يا ساري المدح تزهونه يا اللي تطولونه الراس ومتونه يا ليلى يا ساري الراس ومتونه يا ليلى تصحيح يا ابو سعيد من جان داعينا جينا وغنينا والناس توحينا يا ليلى يا ساري والناس توحينا محمد جهوده ما هي بمحدوده واخوانه عبوده يا ليلى يا ساري واخوانه عبوده يا ليلى يا ساري والنعم يا فايز بالمرجل فايز والمدح به جايز يا ليلى والمدح جايز يا ليلى يا ساري أفعال نشهدها واسم نعددها لن جيت أعددها يا ليلى يا ساري لن جيت أعددها يا ليلى يا ساري بيت الكرم عامر وهل الوفا تامر جمر الغضا سامر يا ليلى يا ساري جمر الغضا سامر يا ليلى يا ساري بيت الوفا عامر يا ذكر القصير شاع لو يطمع الطماع
كرم طويل الباع يا ليلى يا سالي كرم طويل الباع يا ليلى يا سالي واسمع القصير شعر ويطمع الطمع خلو محمد الراقي للطيب سباقي لا علي مدراقي يا ليلى ما علي مدراقي يا ليلى يا سالي نبغى لنا فكرة نمدح لي يا بكرة حر على وكرة يا ليلى يا ساري حر على وكرة يا ليلى يا ساري نبغى لنا فكرة نمدح لي يا بكرة حر على وكرة يا ليلى يا ساري انا شهر به مستور انا فخر به وانته على دربه يا ليلى يا ساري وانته على دربه يا ليلى يا ساري فايز وله صوله قد بانت فعوله حتى مع الدولة يا ليلى يا ساري حتى مع الدولة يا ليلى يا ساري يا رئيس بلا صولة يدبانا جفعولة محمد بطبعه مجمل الربع العز من نبعه يا ليلى يا شبابنا والشيب يا ليلى يا ساري شبابنا والشيب يا ليلى يا ساري طبعي على التوجيب على الكرم والطيب في مدح راع الكار عز عن الشعار ومن بينهم محتار يا ليلى يا ساري من بينهم محتار يا ليلى يا ساري
هاي السلام والتسليم من صالة تكريم والجو ما به غيم يا ليله يا ساري والجو ما به غيم يا ليله يا ساري سلام والتسليم من صالة يا ضيوفنا الغالين اختام هذا الحين لكن مشكورين يا ليلي يا ساري لكن